صباح الخير. النهاردة الخروج التاني في رمضان. النهاردة عندي يومين، المفروض انا صحيت 8:30، دخلت الحمام وصليت الضحى، ودلوقتي الساعة 8:30. جاهزة هدومي من بالليل عشان ما بيبقاش في وقت خالص. جهزت هدومي وهبدأ البس ويدوبك انزل اروح الدوام. صباحكم زي الفل، يا رب فلوج النهاردة يعجبكم، فلوج الست اللي عاملها من أول ما تصحى وتروح الدوام لحد السحور. يلا بينا نكمل فلوج. قبل ما انزل الصبح طلعت لحمة وفتيك متبلاها قبل كده من متبلة، كمان دجاج فيليه عشان اعمل شاورما، ولحمة وفتيك يبقوا جاهزين لما هرجع من بره، يبقوا جاهزين. وهعمل جنبهم مكرونة وهعمل سندوتشات شاورما. صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة اشراقي، صباحك فن أحلى فن يا طهرة ونبضات، صباحك هو بياض الروح، صباح روحي يا وراك، صباحك فن يا حلا فن يا طهرة ونبضات. صباح الخير، فيش قهوة استحملوني كشر شوية، صباحكم زي الفل، يلا نكمل فلوك. رمضان كريم. هطلع دلوقتي على سيارتي ومن السيارة على الدوام، ونشوف بقية اليوم هيكون ازاي للسيدة العاملة في رمضان في الصيام. يلا بينا. صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة اشراقي، صباحك فن أحلى فن يا طهرة ونبضات. نسيت أقول لكم حاجة مهمة جدا، زي ما انتم شايفين أنا ببقى لابسة جوانتي أوبن لونه أبيض، عشان هنا في الكويت الجو بيبقى حر جدا وشمس، بلبسه عشان حاجتين. الحاجة الأولانية الدركسيون أو اللي بيسموه هنا في الكويت السكان، اللي هو ده بيبقى حتى لو انت حاطاه في الباركينج وفي باركينج مقفول بيبقى سخن جدا، ولما بتمشي في الطريق برضو بيبقى سخن قوي، فبضطر ان انا البس الكوانتي القطن. الحاجة التانية ان طول ما انت طبعا سايقة او في الطريق زي ما انت شايفة بتبقى ايديكي متعرضة للشمس، وطبعا برضو مهما حطيتي سان بلوك مش هتكفي، طبعا ايديكي هتحتاجي سان بلوك كتير، والايد طبعا بتكرمش وبتسود، بلس ان انت طبعا بتروحي المطبخ وبتغسلي المواعين وبتعملي اكلك، فالايد بتتدمر تدمير غير طبيعي. قبل ما بنزل من البيت بكون دهنتها كريم وغطيتها بالجوانتي. قبل ما بتروحي دوامك بتكون طبعا بقت طريه وكويسه، لانك طبعا انت من امبارح بتغسلي في مواعين وبتعملي في اكل. في مصر اعتقد هيكون نفس الشيء، هيكون حاجة غريبة شوية على أي حد شايفك لابسة الجوانتي، لأن مش كل الناس بتلبس الجوانتيات غير أعتقد المنقبات، لكن ده ما يمنعش إنك تحافظي على إيديكي وجمالها، وفي نفس الوقت تكون مش سمرة مش محروقة من الشمس، وتبصي تلاقي إيدك لون وبقية دراعك لون تاني. ودي نصيحة الفلوج النهاردة، إنك تخلي بالك من جمال إيديكي وخصوصا في رمضان. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو ظل، أزل أو أزل، أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي، توكلت عليك يا رب. عايزة أقول لكم شوف الدنيا عاملة إزاي من قبل ما أروح أخد السيارة. وصلت البيت، دخلت الحمام، توضيت، صليت الظهر. دلوقتي الساعة، تعالى أقول لكم الساعة، الساعة خلاص قربت على 3 الظهر، وهقرا بقى دلوقتي الورد بتاعي. انا بقسم الجزئين على اليوم كله، بحيث ان انا مع صلاة الفجر مثلا بقرا 4 ارباع،
وبعد صلاة الظهر 4/4، يبقى كده خلصت جزء. ومع صلاة العصر بقرا 4/4، وقبل ما انزل اصلي العشاء بقرا 4/4. وهنشوف الروتين بتاعنا هيكون ازاي النهارده، ويا رب يجعله اعمالنا متقبله ودعاءنا وصيامنا. واللهم بلغنا ليله القدر. هنبدا بقى نقول اول ما نكمل ال10 ايام الاولى، نبدا بقى ندعي بدعوه اللهم بلغنا ليله القدر. اول ما جيت من الشغل وخلصنا خلاص القران والصلاه، هبدا الاول اعمل الحلو قبل الحادق، لان الحلو محتاج ان هو يخش الثلاجه الاول. هعمل حاجه جديده اسمها الشعريه الباكستانيه، كنت بقولكوا عليها في الفلوج الاولاني، والوقت ما كانش عندي وقت خالص في الفلوج الاولاني علشان الحاجات كتير اللي عملتها. النهارده عندي الاكل اسهل وسريع ومش هعمل حاجات كتير، فقلت اعمل لهم الشعريه الباكستانيه دي اسمها مهران. زي ما انتم شايفين بتبقى ليها كده شكل معين غير الشعريه بتاعتنا خالص، تبقى ارفع واوريدي بتبقى نص محمصه. هحتاج في الحلو بتاعي الشعريه دي، هحتاج اي نوع بسكوت عندك، سواء بسكوت ساده دايجستيف بسكوت اللي هو الجود داي، او هحتاج جبنه كيري. يعني دول 6 من 6 ل5 قطع حسب الكميه. هحتاج 2 علبتين كريم كراميل، هحتاج 3 علب صغيرين من الجيمر، هحتاج كوبايه من كريمه الخفق، وهحتاج 4 كوبايات لبن، يعني اعتقد تقريبا 1 كيلو أو 1.25 كيلو. هقول لكم بس من ضمن الحاجات اللي جهزتها، كنت امبارح عملت قطايف. انا بعمل بجيب النص كيلو بقسمه على 2 يوم، بحب اقليه اول باول، بحط عليه بصوا طري جدا، وبحطه بره في المطبخ من غير ثلاجه ولا اي حاجه مجهزاها. عملت نصها امبارح قليتها، وهقلي النهارده النص الثاني بعد الفطار. فاول ما جيت حطيت التمر، بليت التمر والقراصي اهو كده واضح، ما لحقتش اعملها الصبح، بعملها اول ما باجي. هنكمل الفلوج مع بعض يوم السيده العامله المشحون. طبعا زي ما وريتكم الصبح قبل ما انزل الشغل، كان متبله هنا في السحور، متبله الفيليه او الفراخ اللي هعملها شاورما، حطيت عليها الزبادي والبهارات بتاعتي من امبارح بالليل وسبتها في الثلاجه، ودلوقتي هحطها على النار. وقبل الفطار هعمل لهم السندوتشات، هما بيحبوا سندوتشات الشاورما جدا. هنحطها دلوقتي هي جاهزه بكل بهاراتها وتستوي. بعد ما تستوي هطفي عليها، وبعد كده هروح اريح شويه. عملت ادي صلصه المكرونه، شوحت الشاورما، وكمان هعمل الفيليه اللحمه الفيليه هجهزها للقلي قبل الفطار. هجهز اللحمه علشان قبل الفطار هقليها اللحمه. صباح على خير. الساعة 4 العصر، بس خلاص مش قادرة، دماغي خلاص. خلصت صلاة العصر وقريت القرآن، هغمض شوية وهقوم اكمل. كل سنة وانتم طيبين، بجد شابوه للست العاملة، صايمة شغل
مطبخ، حلويات، لسه غسيل مواعين، لسه حاجات كتير. بس الحمد لله ربنا يعني يأجرنا ويدينا الثواب إن شاء الله. الساعة 6:45، معلش عشان صحيت من النوم جري على المطبخ نسيت اصور لكم. كده الفري، ودي كده الشاورما. جهزت الشاورما، عملت سلطة الطحينة للشاورما، حمرت بطاطس، وده الخيار المخلل، وده المايونيز. بعد كده بجيب طاسه ما فيهاش اي حاجه، بدهن الساندوتش زيت زيتون او شويه زيت، وابدا احمر الساندوتش. خلاص ده اخر واحد، فاضل لنا بس ساندوتش واحد هناخده من الطاسه. ادي ساندوتشات شاورما، اللي عايز ياكل شاورما، اللي عايز ياكل لحمه فيليه. طبعا لو فضل من اللحمه دي بكره هنكمل عليها ونعمل جنبها كمان مكرونه. المكرونه انا بسلقها وبخليها كده، في ناس بتحبها ساده من غير حاجه، ملح وفلفل بس، وزي ما قلت لكم الصوص اهو ده كده صوص الطماطم، وده الشوربه، والسلطه بتاعتنا جاهزه، والتوميه، توميه زبادي مع مايونيز مع توم، وسلطه الطحينه. وكده تبقى سفرتنا جاهزه في الوقت الاكزاكتلي اللي احنا عاوزينه. شوف لنا كده الوقت، الساعه كام؟ 6:30. 6:30، اوكي يلا هنستنى الاذان. ماشي. شايفين طبعا شكل المواعين جميل، يفتح النفس. الساعه 7:15 دلوقتي، هغسل المواعين، وبتجيلي المفروض واحده تغسل معايا المواعين. ودلوقتي جهزت العبايه بتاعتي، خلاص وقت التراويح، خلصنا الفطار وهبدا انزل لصلاه التراويح في مسجد جنب البيت. يلا هسيبكم علشان هروح اصلي وارجع اكمل. طبعا زي ما اتفقنا وقت الصلاه يعني وقت عنايه بالقدمين والايدين. بستعمل الكريم دوت، هدهنه في رجلي، كعوب رجليا، وهلبس شراب تقيل اسود. الساعة دلوقتي 10:30، صلاة التراويح. بعد صلاة التراويح قعدنا قرينا قرآن شوية، وبعد كده رامز الولاد بيحبوه جدا، لازم يتفرجوا عليه. وطبعا احنا بنجيبه على النت، لان دلوقتي ده مش الموعد بتاعه، بيبقى موعده وقت الصلاه. شاي والحلا واللاب توب بتاعي اهو، ببدا اقعد بعد ما اشرب الشاي واكل الحاجه الحلوه، ابدا اعمل لكم مونتاج لفيديو بكره. كده اكون خلصت الفلوج بتاعي. لو قدرت اصور لكم السحور هصوره، لو ما قدرتش اصور السحور بكده اكون نهيت فلوج اليوم العملي. بخش انام على الساعة 12 بالليل، وارجع اصحى تاني الساعة 2 احضر السحور. وبكده يبقى فلوج 2 في رمضان للسيدة العاملة من اول الصبح لحد بالليل. يا رب يكون عجبكم. في اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، واستنوني في حاجات تانية كتير في سلسلة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. سحر يا مسحراتي، نقر يا منقراتي، تونس خضرا الليلادي.